متصوروش في بالك ليش ما يعملوه العباد هذوما، وهذوما معناها اغلب اغلبيتهم معناها يجيو زاد من مناطق اخرى، فهمتني؟ خاطر يلزمهم يكونوا مش معروفين بتال فاسون، فهمتني؟ وباش ينجموا يعملوا اكثر ما يمكن معناها باش يستجديوا الناس، باش يفكوا لهم اكثر ما يمكن عن طريق التحايل. هذوما وفيها قانون كامل لو بالنسبه لهذوما يمنع معناها فهمتني هذه الايهام، مثلا الايهام بمرض ولا الايهام معناها باعاقه، والا اكزومبل يجي يقول لك والله انا راني جاي من بعيد وما عنديش حق ركوبي وما عنديش كذا وكذا، ولا يقول لك راه عندي مشيت للسبيطار وعندي راني ما نجبتش الادواء. هذوما القانون يمنعهم اصلا، يدخلوا في اطار قانون التكفف هذا يتسمى. سي سمير كما كنت تشاهد معايا ايضا هناك اطفال يتم استغلالهم بالطريقه هذه وينجم يكون حتى يحل لهم باب الانحراف. بالنسبه للاطفال هذوما معانا مباشره عبر الهواء المندوب العام لحمايه الطفوله سي حمادي مهيار. مرحبا بك سي حمادي. وبيك مرحبا. مرحبا بك سي حمادي. اطفال الشوارع نجموا نقولوا اللي هما نوعا ما في محنه، كيفاش نجموا نلقاو لهم حل باش نبعدوهم على باب الانحراف اللي ممكن يمشيوا فيه وممكن يهدموا مستقبلهم؟ هي ظاهره تفشيت منذ سنوات نجموا نقولوا، معناها نتيجه عوامل عده واهمها انا بالنسبه لي انا معنى وجود الاطفال في الشارع هذوما اهمها عوامل التنشئه الاجتماعيه الاولى سواء في العائله والا التنشئه الاجتماعيه. معناها التنشئه الاجتماعيه معناها بدخول الاطفال في للمدارس ومجالات التعليم بصفه عام. الظاهره هذه تفشيت ولكن ما سيرتهاش برامج لوضع حد لتفاقمها والا وضع حد زاد لمعالجه الوضعيات اللي ولات تعيش في الشارع والا معناها تشوف انه الفضاء الارحب لكل اشكال ممارسات في اليوميه هي الشارع. هي معناها البرامج ما واكبتش الظاهره في حد ذاتها وقعدنا نقولوا انه هي ماهيش موجوده وانه هذيك حالات معناها قليله برشا وتتعالج باي شكل من الاشكال. الا انه معناها نحسوا اللي ثم اشكال بأتم عن الماء الكلمه. الاطفال هذوما اختاروا الشارع وتدخلات حتى الجهات اللي توا تعمل في القطاع سواء بالنسبه لوزاره شؤون المراه والاسره والمكاتب مندوبي حمايه الطفوله، الاشكال فاش يتمثل في كونه الاليات اللي نعملوا بها ماهيش كافيه لمعالجه هذه الظاهره. مش اليات هو المشكل ما ينحصرش في تدخلات ولا في مجالات وبرامج وزاره واحده، هي البرامج الكل. انا نجم نقول لك انه نعطيك مثال بس ابسط مثال انه طفل يقرا في مدرسه اعداديه باقيه اسبوع كامل يعيش في سياره متروكه معناها كرهبة فيراي هروبا من والده الذي هدده بكذا كذا كذا اذا لم يتحصل على المعد. هذه مؤشر اول معناها في عائله ما يسودهاش لا تفكك اسري لا مشاكل ماديه لا غيره. معناها ينجم يكون عامل من عوامل هذه التهديد. احنا وبالمناسبه انا نترحم على زوج اطفال اللي في بدايه الاسبوع توفوا نتيجه عنف مسلط من قبل الاب معناها في حاجب العيون. لكن هذه ظاهره وتنجم تكون عامل من العوامل اللي معناها لان نلقاوه في الشارع. لكن العوامل هذول اللي ذكرتوها في البرامج معناها الوضع المادي، تفكك العلاقات العائليه، العجز المادي للعائله، نقطه تاثير كما قلت لك بالنسبه للمدارس وغيره. واحنا نعرفوا اذا كان العنف موجود في العائله راهو زاد موجود في المدرسه وهذا ادى الى ما يشاع ولا ما يقال هذه الايام من 100 الف منقطع من الدراسه، هل 100 الف اتجاههم وين مشاو؟ هذوما كل ما مشاوش للتكوين هذا معناها متاكدين معناها باش نلقاو الظاهره قاعده تتفاقم في والبرامج ماهيش قاعده تواكب الظاهره اللي موجوده. ان شاء الله سي حمادي نجموا بالتآزر مع بعضنا الكل وبالتنسيق بين الوزارات الكل نلقاو حل للاطفال هذوما والغيرهم من الاطفال والغيرهم من الحالات الاستعجاليه. شكرا لك على مداخلتك معنا. شكرا ايضا لك سي سمير القشعي على حضورك معنا وتلبيتك الدعوه. مرحبا بك.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكم ايضا سيداتي سادتي على حسن المتابعه. نذكركم اللي عائله الاخت صابره في حاجه انها تقفوا معها على خاطر مازال عندها فقط 15 يوم في ديها وتلقى روحها في الشارع هي وصغيراتها لا قدر الله. نعملوا عليكم، نعملوا على رحابه صدركم، ونعملوا على قلب التونسي الكبير. توا ايضا الرقم 29-223-054 باش يبقى على ذمتكم من اجل تلقي مكالماتكم في هذا الصدد. ان شاء الله يا ربي نتوصلوا الحل مع بعضنا، وان شاء الله في الحلقه القادمه يكون النتيجه ايجابيه للعائله هذه ولغيرها من حالات. شكرا لكم على حسن المتابعه، تصبحون على خير، تصبحون على امل.